قام سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ بزيارة لمقاطعة أونتاريو في إطار التواصل مع الجالية المصرية في أرجاء كندا، فضلاً عن مواصلة التفاعل والانخراط مع الأطراف والمسؤولين الكنديين من أجل الدفع قدماً بالعلاقة المصرية الكندية. وخلال الزيارة التقى السفير أحمد حافظ بوزير البيئة لمقاطعة أونتاريو دافيد بيتشيني لبحث أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ. كما زار السفير الكاتدرائية القبطية مار مرقس بتورونتو، وهي أكبر كاتدرائية مصرية خارج مصر.